برايم تايم. برايم تايم. دورة وعقلة. دورة وعقلة. السيادة هي للشعب. ليطمئن الجميع. أنا اليوم مجلس نواب الشعب أعتبره منحل. حركة النهضة اجتمعت البارحة في مكتبها التنفيذي. أنا مدنية في المسرحية والسياسي يجب أن يكون مسرحي. دورة وعقلة. مرحبا بكم من جديد في روبريك متاعنا دورة وعقلة لليوم، عودة على أهم الأخبار والمستجدات على الساحة السياسية. في دورة وعقلة اليوم باش نبدأ بالتدوينة لرئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد في حول التصريحات الأخيرة لرئيس حزب والاتهامات الأخيرة لرئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، حول يقول بعد التدوينة لنشرتها نادي عكاشة أمس واللي قالت فيها أنه تم الاستيلاء على مسار 25 جويلية من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له. يقول رئيس حزب التحالف من أجل تونس أنه عكاشة وراها يوسف الشاهد ومجموعة في فرنسا ينسقوا لضرب مشروع الرئيس. يقول أنه عكاشة كانت مديرة الديوان الرئاسي، كانت علاقة كبيرة بينها وبين يوسف الشاهد وبعض الشخصيات المقربين والأشخاص المقربين منه، ونسمع له هما داخلين خارجين في قصر قرطاج وقت المسؤولين الكبار ورؤساء الأحزاب ما يعديهمش في الاستقبال. نادي عكاشة وراها يوسف الشاهد ومجموعة أخرى وموجودين في فرنسا وقاعدين ينسقوا باش يضربوا المشروع متاع رئيس الجمهورية. أنا نتحدى واحد منهم يجي لتونس يتكلم الكلام هذا. هذا البارح كان تصريح رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري رد عليه يوسف الشاهد بتدوينة قال فيها: صح شربتكم، هذا السيد وأمثاله يجترون في حكاية كذبة ومختلقة منذ مدة لا أساس لها من الصحة، وذلك في محاولة للتموقع السياسي عبر مزيد خلق الفتنة، وهي أيضا فرصة لكي أوضح أن السيدة نادية عكاشة تعاملت معها لما كانت مديرة ديوان بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة. لم ألتقيها منذ جوان 2021 عند استقبالي من طرف رئيس الدولة، وليست لي أي علاقة بتدويناتها. البلاد ليست لعبة، كل مرة تبثون الفتن وتغالطون الناس وتستغلون وسائل الأعلام والفيسبوك للتشويه. هذه كما قلنا تدوينة لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في رد على الاتهامات اللي توجهت له بخصوص علاقته بتدوينة نادية عكاشة، وكما قلنا لتدوينة البارح لنادية عكاشة لأثارت الجدل وتم الحديث عليها وكنا علقنا عليها أمس حول ما جاء فيها حول الاتهامات الموجهة إلى بعض الأطراف والتلميحات اللي جت في التدوينة هذه واللي تقول أنهم ساهموا في تعطيل مسار 25 جويلية أو الاستيلاء على مسار 25 جويلية. في أخبار السياسة اليوم نرجع زادة كيف إلى تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لصحيفة لو فيغارو الفرنسية نهار الاثنين 25 أفريل 2022، يقول أنه حركة النهضة هي أول من وصف الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 بالانقلاب. يقول أنه الملاحقة القضائية التي تطال عدد آخر من النواب قد عاشها خلال فترة حكم بورقيبة وبن علي تتمثل في استعمال الفصل 72 المجلة الجزائية الذي جاء فيها يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. وأكد الغنوشي أنه القانون والشعب معهم، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر إلى جانب عودة البرلمان لمهامه. في المقابل اعترف الغنوشي أن له جزء من المسؤولية من الأزمة السياسية التي تقوض تونس. هذا تصريح الغنوشي لصحيفة لو فيغارو. أيضا اليوم باش نرجع على تصريح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في حوار لديوان فيم، يقول من الممكن أنه يتم مقاطعة الانتخابات المقبلة والاستفتاء من قبل الحركة. يقول الاستفتاء على الدستور يمكن أن يقاطع الحزب الانتخابات المقبلة والاستفتاء على الدستور إذ لن يتم أي إصلاح للمسار الانتخابي. وقال على الرئيس أن يكون واعيا بحجم المسؤولية وأن يعلن حوارا وطنيا ليس من أجل توزيع المناصب ولكن من أجل مواجهة
الأزمات السياسية والاقتصادية، وعلق على تدوينة أيضا المديرة السابقة لديوان الرئيس نادي عكاشة، يقول الاهتمام بتدوينة عكاشة يعكس حالة الفراغ في البلاد. من جانب آخر انتقد زاد دعوة رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي لتشكيل جبهة الخلاص الوطني وضم حركة النهضة إليها، يقول أنه لا يمكن وضع اليد مع من تسببوا في أزمات تونس. ويوجه كلامه لنجيب الشابي: الشرف الحقيقي هو أن لا تتلون مرة مع النهضة ومرة أخرى ضدها. أيضا في متابعتنا للأخبار السياسية نلقاو أيضا تصريح بشرى بالحاج حميدة البارح في معزومة لنا في ميدي ماد، حكيت على رئيس الجمهورية قيس سعيد. قول قيس سعيد: إيديولوجيا أتعس من النهضة ومنصف المرزوقي أصدق وأنظف منه. نائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة تقول إن الوضع اللي تعيشه البلاد اليوم في ظل حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد وإجراءات 25 جويلية وانتقدته، واعتبرت أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه في ظل برلمان 2019 رغم كل ما شهده من خلافات وصراعات سياسية. وأكدت أن رئيس الجمهورية يحاول القضاء على كل مؤسسات الدولة، وشدت على أن الرئيس قيس سعيد إيديولوجيا أتعس من حركة النهضة حسب وصفها، وأضافت أن الرئيس السابق مصف المرزوقي أنظف وأصدق من قيس سعيد. هذه أهم الأخبار الأساسية اللي حبينا اليوم نعملوا دورة وعكلة عليها بطبيعة خارج الأخبار الأساسية. حبيت كيما كل يوم نذكركم أنه على الرقم 85510 تنجموا تتبرعوا بزكاة ولا الفطر بتاع زكاة الفطر، بطبيعة عيد الفطر وزكاة هذه والتبرعات هذوما تنجموا تعطيوهم لسواس ولا قرى لسواس اللي تلاهي بالصغيرات اللي ما عندهمش سند، بطبيعة قيمتها 2000 مليم معفاة من الأداءات والعمولات. في المساج هذا تبعثوا مساج على 85510، تكتبوا أي حاجة، تكتبوا قرية سواس، تكتبوا تبرع، تكتبوا زكاة الفطر، تكتبوا أي حاجة في المساج هذا وتبعثوها بطبيعة 2000 فرنك تنجموا تنفعوا بهم بطبيعة الصغيرات هذوما اللي مستحقين المساعدة ومستحقين التبرعات هذه. هذه كانت دورتنا وعكلتنا اليوم. دورة وعكلة، دورة وعكلة. السيادة هي للشعب، ليطمئن الجميع. أنا اليوم مجلس نواب الشعب أعتبره منحل. حركة النهضة اجتمعت البارحة في المكتبية التنفيذي. أنا مذهبية في المسرحية، والسياسي يجب أن يكون مسرحي. دورة وعكلة. راجعين في ساعتنا الثانية من برايم تايم لليوم كالعادة، إن شاء الله نتلقاو ليزانديس متاع طقطقتنا لليوم اللي اخترنا لكم طقطقة ياسر ياسر ياسر.